يومكم ما تجيش. يعني هي الفكره ان انا النهارده بسعى بقى مزدوري وبشوف ربنا هو كاتب لي ايه. دايما انا بقى انا كاحمد بسعى للحاجه اللي انا بحبها. يعني انا ما بحبش اسعى لحاجه انا مش حاببها. يعني ده شيء مش بيكسفك يعني ما فيش فيها. ما في اي كسوف. انت حاسس ان انت كده بتحقق طموحك اللي انت بتتمناه دي البدايه يعني. الحمد لله. الناس هي شايفاني يعني حاجه واحمد ايون قاعد بيبيع على قهوه عجله حاجه مسابقه ان انا شغال حاجه انا بحبها في حاله شرف حاجه واحده.